دلوقتي هنكمل activity 6 في lesson 3 ل concept 2.1 ل grade 5. تمام؟ طيب تعالى كده نشوف حركة ال particles بالدنيا ايه فيها. تمام؟ طيب اوكي. طيب بيقول لي ايه، تعالى نحط ice cube. الايس ده solid صح كده، مكعب التلج ده ايه، متلج فsolid صح كده، احطه في الشمس. تمام؟ the sun will heat up، تسخن مين؟ ال particles بتاعت ال ice. طيب فال particles بتاعت ال ice لما تسخن هتسيح صح، فال particles بتاعت ال ice تتحرك 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 will move faster and turn into water. تمام؟ طب لو انا سبتها شوية كمان تفضل تتحرك اكتر تتحرك اكتر تتحرك اكتر تتحرك اكتر لحد ما ايه، تتبخر صح، ولاقي ايه، المية قلت. يبقى the sun heat up the particle، بتسخن ال particles بتاعت ال water so they move faster and the water will evaporate. المية ايه، هتتبخر. بخر يعني ايه، اهي تتبخر. نعم يا مودي، ثواني يا ياسين، ارفع ايدك يا ياسين. أنا آسف، أنا كنت ما سمعتش الحتة الأولى عشان كنت أنا من غير قصدي ما دوستش إن أقدر أسمع حاجة تعملي ريكولد تمام حاضر، نخرجها. هقول تاني، قولي ياسين. آسف. مش هو ممكن التلج يبخر الماء يعني ايه التلج يبخر الميه؟ يعني ايه السؤال ده؟ من كتر التلج تبقى تحت الصفر يبقى مش بتبقى يبخر. بشكل بخار، انت وجهة نظرك حاجة تانية. لا سيبك من الكلام ده ياسين، ياسين بطل افتكاسات في دماغك ياسين. ماشي، the sun will heat up. يبقى احنا عندنا اول حاجة احط مكعبات تلج دي solid، اسيبها شوية تتحول ل liquid صح؟ ليه؟ عشان ال particles قاعدة تتحرك تتحرك تتحرك، فتحولت لإيه؟ liquid. طب تتحرك أكتر تتحرك أكتر تتحرك أكتر، تحول لإيه؟ gas، يعني تتبخر، يعني يحصل لها evaporate. واضحة؟ قولي يا أنس. ده معناه ان الشمس ممكن تغير البارتكلز بتاعت الحاجات كلها. بالظبط تمام. قولي يا زهر، عايز تاني حاجة؟ لا يا ميس، ماشي اوكي. طيب ثانية واحدة يا شباب. طيب ماشي، using the models، تعالي بقى نشوف ايه، تعالي نشوف باستخدام المودلز ان انا باجي استخدم نماذج كده مثلا. تمام، بقدر احدد الكونسبت بتاع الفكرة العلمية. يا ريت مسكت مثلا ايه، بينج بونج بول مثلا. تمام، تعالى نعمل ايه، تعالى كأني عايزة اعمل مكعب. تمام، فبستخدم البينج بونج بول دول، كرات البينج بونج، لعبة اسمها بينج بونج. تمام، بحطها كده كده كأني ببني ايه، كأن البينج بونج دي البارتيكل الصغيرة وبعمل منها مكعب. أنا بعمل مكعب كبير عشان إيه؟ أشوف الدنيا عاملة إزاي، فاهمين قصدي؟ فبيبدأوا العلماء يستخدموا مثلا حاجات كبيرة عشان إيه؟ كأنهم يطبقوها لحاجات صغيرة. فبيقول لي استخدام المودلز، يوزنج مودلز، إن أنا أستخدم النماذج دي طريقة، إز أواي طريقة تو ستادي سام ساينتفك كونسبتس، عشان أدرس بعض الإيه؟ الحاجات العلمية إيزلي بسهولة. and can make ideas more clear، ويخلي الافكار ايه، واضحه. يعني مثلا انا مثلا مش عارفه اجيب، مش عارفه اجيب الدايجستيف سيستم مثلا. تمام، مش عارفه اشوف الحاجات دي جوايا، فاعمل ايه؟ ممكن مثلا اتخيل ان المعده تقفل وتفتح، فاجيب مثلا ايه، حاجه تقفل وتفتح كده، يبقى كانها المعده. تمام، كاني بستخدم نموذج ليها. تمام، مش عارفه اجيب معده حقيقيه فاعمل منها بلاستيك مثلا، بستخدم نماذج. يبقى ليه؟ عشان اوضح الحاجه بشكل سهل وتبقى الفكره ايه، واضحه. تمام، بيقول لي ايه استخدام النماذج عموما، قولي يا انس. طيب ماشي لكن مش عندي حاجة اوكي أساسا. تمام. طيب بيقول لي ايه، to make model of particle، عايز اعمل شكل البارتيكل. بارتيكل عرفنا انها دواير صح، فجبت عربي، فجبت كرات الايه، البينج بونج دي كبيره فاقدر اشوفها. احط كوره مع كوره مع كوره مع كوره. تمام، ايه واشوف ايه الدنيا. فبيقول لي to make a model of particle that make up a matter، عايز اعمل نموذج للبارتيكل اللي بيتعمل منه ايه، الماتر. we can use بينج بونج بول، هستخدم كرات البينج بونج. مش اللي احنا لما جينا شفنا الشكل ده فين وفين اهو،
كرات 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 كرات. طب انا عايزه اعمل ده على كبير لان البارتكلز مش هشوفها، فهجيب كرات البينج بونج هعمل بيها. تمام تمام طيب اوكي. ف هستخدم البينج بونج ليه؟ ليه ما استخدمش ورقه مثلا كده وخلاص؟ علشان as they are 3 dimensional unit. يعني ايه؟ يعني الكوره يعني ايه 3 dimension؟ يعني تقدر تمسكها كده يعني كلها 3D. اه 3D. يعني الكرة نفسها تقدر تمسكها ايه بإيديك كده كلها من ورا ومن قدام وكله صح، كبيرة كده. تمام يبقى الموديل اوف بارتكل بعمله بالبينج بونج ليه؟ عشان هي 3 دايمنشن. يعني ايه؟ يعني اقدر امسكها كده كلها ورا وقدام ويمين وشمال وكله. تمام قولي يا زهر. بيس يعني اشمعنى ما نعملش بكرة التنس؟ عادي ممكن كرة التنس بس بينج بونج خفيفة عادي. تمام تمام يا بيس. اوكي. يبقى انا ليه اخترت البينج بونج بول او ليه اخترت اي كورة؟ عشان هي 3 dimensional unit 3D and can be separated. اقدر افصلهم عن بعض. can be separated from each other. اقدر ايه افصلهم على بعض. فبيقول لي so we can use these balls to describe. اقدر استخدم البولز دول to describe عشان احدد ال movement of particle، ان انا احدد حركة ال particle of the three states of matter باشكال ال ايه ال three states of matter. خلاص يعني من الاخر بعمل نموذج يعني. قولي يا سين. مش هو انا ممكن استخدم مربع؟ آه لا ال particle مش كلام دور، فبلاش مربع. قولي يا ادم. اه يا بتول. ميس هو حضرتك احنا انا في المدرسة بتاعتي، هبدأ المدرسة يعني يوم الخميس، ايه ده اللي بعدين؟ تمام احنا هناخد الاسبوع الجاي عادي. ايه يعني يوم الخميس امتى؟ ناخد حد واربع، ناخد حد واربع الاسبوع الجاي بس مش وقته يا ادم بعد اذنك. يلا طيب نمبر 1 كلكم، يلا كلكم شات. When you heat a solid matter the movement of particles، ايه اللي بيحصل للبارتكلز؟ ها ايه فاستر. ايوه كده برافو. اما بتسخن الحاجه مش بتلاقي الحاجات بتفقفق كده بتتحرك جامد؟ موف ايه فاستر. تمام طيب if you heat number 2 if you heat ها a liquid matter، سخنت liquid matter it will change into ايه؟ برافو جاز اكسلنت. لا برافو عليكم. تمام جاز شاطرين برافو. تمام طيب اوكي تعالوا بقى هنا. التايني بارتيكل سايز، حجم البارتيكل. طيب دلوقتي السايز اوف بارتيكل، انا عايز اشوف البارتيكل اللي انتوا قلتيه صغننه قوي صح؟ اه. طب هي صغننه كلهم زي بعض؟ لا. تمام بس في حاجات مختلفة عندي. طب أنا السايز بتاعها بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على حاجتين. التايب اوف بارتيكل، نوع البارتيكل أصلا، إحنا في أنهي حاجة؟ إحنا في سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ والسوليد أنهي نوع؟ يعني مثلا ده ذهب ولا فضة ولا حديد ولا إيه؟ فأنا دلوقتي السايز اوف بارتيكل، حجم البارتيكل، عايزة ألبس تيشيرت، عايزة ألبسهم تيشيرت، عايزة ألبس البارتيكل دي تيشيرت مثلا. خلاص عايز اعرف السايز بتاعها. تمام انا بس عايز البس تيشيرت، عايز البس حد تيشيرت اعرف هو ولد ولا بنت الاول صح؟ يبقى التايب اوف بارتيكل اول حاجه النوع، نوع البارتيكل دي اصلا نوعها ايه. تمام طيب اوكي. ماسكين في بعض ازاي؟ how particles connect to each other، ازاي البارتيكلز ماسكه في ايه في بعض. يبقى انا عشان اعرف السايز بتاع البارتيكل هيعتمد على حاجتين، ال type of particle و how particle connects with each other، ازاي ايه ماسكين في بعض. تمام اوكي طيب خلاص. طيب هنا بيقول لي ايه؟
ال average size، السايز العموم بتاع ال particle is so tiny، صغير قوي، حجمها صغير قوي. Where one of your hair، لو انت جبت شعراية منك بتتكون من 150,000 تمام to 300,000 particle. 300,000 300,000 particle، يعني الشعراية واحدة شوف فيها particles قد ايه، 150,000 300,000 particle في الشعراية الواحدة. قولي يا أنس. تلاميذ هو العلماء عندهم فراغ كبير لدرجة إن هما يعدوا البارتيكلز بتاعت الشعر. بصراحة بقى ماشي. طيب قولي يا مودي. مش ده حضرتك برضه في حاجة، ايه هي الحاجة؟ معلش افتح تاني. وحضرتك برضه بيعدوا نبضات القلب. لا ده نبضات القلب مهمة، نبضات قلبك لو ازيد او اقل ايه، حاجات كتير بيبقى تمام، برضو أرقام. خطر. العلماء بيدرسوا الحاجات دي يا شباب عشان الحاجات دي بتفيد بعد كده، طب ما تكبروا شوية تعرفوا تمام. طيب how can we see tiny particles، ازاي نقدر نشوف الحاجات الصغيرة؟ قلنا بنقدر ايه ده اصلا. اوكي ماشي. اوكي هنا قال لي ايه اما كنا اتكلمنا عن نورمال مايكروسكوب؟ فين خرب بيت التناقض. ماشي هنا قلنا النورمال مايكروسكوب بتساعدنا ان احنا سي سام بارتيكلز اوف ماتر، نقدر نشوف بعض حاجات بعض البارتيكلز في الماتر. طيب طب التايني بارتيكلز بقى، تايني بارتيكلز يعني لو بارتيكلز كبيره ممكن نشوفها بالنورمال مايكروسكوب، طب التايني بارتيكلز، ركز في تايني بارتيكلز. الساينتست كان نوت يوز نورمال مايكروسكوب، ما يقدرش يستخدم النورمال مايكروسكوب تمام خلاص، ما يقدرش ايه نستخدم عشان نشوف التايني بارتيكلز دي، ما يقدرش يستخدم ميكروسكوب عادي تمام، because عشان انا الميكروسكوبات العاديه بيبقى ليها باور معين. يعني ايه؟ يعني انت لما تروح كده ميكروسكوب في حاجه هنا كده فين حاجه بتبقى ايه هنا ماشي عند العدسه خلاص، بقدر ايه اغير، وفي حاجات هنا بلفها تمام، بغير الباور بتاعها، عايز اشوف من بره قوي ولا جوه قوي ولا جوه قوي ولا جوه كده تمام، بيبقى اسمه الباورفول بتاعها خلاص، الباور بتاعها. طب قوة الباور ده، قوته الباورفول بتاعه، هل هو قوي لدرجة انه يشوف التايني بارتيكلز؟ لا. يبقى النورمال مايكروسكوب ها cannot use to see a tiny particles. ليه؟ because they are not powerful enough، مش قوي لدرجة ان هو to see them يشوفها تمام، واضحة؟ قول يا آدم. قول يا طب هو آدم. ازاي يا ميس، هو ازاي اللي الميكروسكوب ده بيجيب البارت؟ بص انت الميكروسكوب ده بيبقى ليه قوة، بمعنى ايه؟ في واحد ان هو يكبر 10 مرات وتلاقي عدسة مكتوب عليها هكبر لك 10 مرات، هكبر لك 100 مرة، هكبر لك 1000 مرة، هكبر لك 10,000 مرة. فالتايني بارتكل دي بتحتاج باور قوي، فالنورمال مايكروسكوب العادي اللي احنا نقدر نشتريه في المعامل العادية دي، لا ده ما يقدرش يشوف البارتكلز قوي، اللي ما يشوفش بيقدر يشوف بارتكلز كبيرة، لكن التايني بارتكلز لا تمام. تمام. طيب خلاص. طيب تاني يا ليلي، بقول ان الـ ان التايني بارتيكلز، البارتيكلز الصغيره دي ما اقدرش اشوفها بالميكروسكوب العادي، لازم ليها مايكروسكوب مخصوص تمام، سبيشال مايكروسكوب اسمه ايه، الكترون مايكروسكوب. اسمه ايه؟ الكترون مايكروسكوب. اسمه ايه يا شباب؟ الكترون مايكروسكوب تمام. ليه؟ عشان اشوف بيه مثلا one tiny particle، عايز اشوف particle واحدة زي مين مثلا؟ one blood cell، اشوف خلية دم واحدة بس، بقى انا عشان اشوف ال tiny particles بستخدم له ميكروسكوب اسمه ايه؟ electron microscope، بستخدم له electron microscope اسمه ايه؟ electron microscope تمام؟ طيب اوكي
بيقول لي طب ما ازاي نشوف البارتكلز؟ في بارتكلز انفيزبل، في بارتكلز مش بنشوفها بس موجودة. يبقى to show that the invisible particle are really exist، لو انا في حاجات مش شايفاها، بارتكل مش شايفاها، طب انا شايف المية وشايف السولد، هل شايفة الجاز؟ لا، مش كل الجاز شايفاه، صح؟ يبقى we can use a gas matter such as air. تعالى نشوف tiny particles، مش هقدر اشوفها. tiny particles invisible، invisible يعني غير مرئية. يعني ايه غير مرئية؟ ما اقدرش اشوفها. اكتب كده invisible يعني ما اقدرش اشوفها، تمام؟ طيب بس انا اعرف منين بقى؟ ما انت بتقولي لي مش شايفاها، اعرف منين انها موجودة؟ اقول لك، البارتكلز بتاعت البالونة، جوه البالونة، الهواء اللي جوه البالونة، تمام؟ بيتحرك بسرعة، تمام؟ يبقى البارتكلز اما ابقى انفخ البالونة، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ البارتكلز اوف اير انسايد بالون ار موف فيري كويكلي، هيتحركوا ايه؟ بسرعة جوه طبعا، ما هو كده كده الجاز بيتحرك بسرعة. طيب بيقول لي البارتكلز اوف اير الاجزاء بتاعت الهواء هيت تخبط and bounce off the balloon from inside، تلاقي الهواء عمال يخبط جوه، يخبط ويرجع، يخبط زي الكورة، بيم 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 كده، bounce off يعني يروح ويرجع، يروح ويرجع كده. يعني مثلا لحظة، ادي نقطة اهي، اهي ادي نقطة هواء، بارتيكل بتاعت هواء، دش دش دخ، تخبط هيت وباونس اوف زي كرة التنس كده، كرة الباسكت تك تخبطها على الأرض وترجع تاني، هي بقى تخبط دش دخ دش دخ دش كده، يبقى hit and bounce off the balloon from inside، تمام؟ اوكي طيب خلاص، الهواء اكيد بيعمل كده جوه بيتحرك، تمام؟ so عشان كده they produce، بيعمل ايه؟ a force، قوة that inflate the balloon، اللي تخليها تنفخ البالونة. ما هو الهواء عمال يزق، صح؟ مش الهواء كم انا بنفخ دلوقتي، الهواء بتاعي بيعمل ايه؟ بيخش يخبط جوه ويزق البالونة، ينفخها، صح؟ بيعمل فورس تنفخ البالونة، الهواء بتاعي بيعمل فورس ذات انفليت، يعني ايه انفليت؟ ينفخ. الفورس دي تنفخ البالونة and gives it، وبتديها الراوند شيب، شكلها الايه؟ المدور ده، بدل ما كانت ورقة خالص، تمام؟ طيب ده لما اجي انفخ البالونة. طب لما اجي اعملها سكويز، يعني ايه سكويز؟ اضغطها، افعصها. طب مش انا كده بقرب البارتكلز من بعض؟ يبقى البارتكلز كام كلوز توجذر، بيلزقوا في بعض، سو ذا بالون بيكام ايه؟ ها سمولر، البالون تبقى ايه؟ ها اصغر، تمام؟ راح بيقول لي ايه؟ طب يا دكتور سكويز يعني افعصها، سكويز، تمام؟ طيب if you squeeze more more on the، لو انا فعصتها قوي قوي، ها انا كده خليت الاير يقرب قوي من بعض بزياده، صح؟ فهيبص من حته لحد ما تفرقع. يبقى if you squeeze more the balloon it will pop، فرقع pop، and the particles of air inside the balloon، الاير اللي جوه will escape. يعني escape يهرب، يعني ايه escape؟ يهرب into the air، يهرب فين؟ للهوا، تمام؟ يهرب فين؟ للهوا. خلاص كده؟ قولي يا أنس. هي مش البالونة بتتملي من كتر الهواء اللي جواها، يعني كل ما ندخل هواء أكتر هيملى البالونة فالبالونة تكبر. قولي أيوة، يا سيدي، قولي يا أنس. طب ازاي الهواء بيقعد يخبط؟ ما هي لا، البالونة هو الهواء جوه، مليانة. ما احنا قلنا الهواء اصلا مش ثابت، هو بيتحرك، فهو الهواء جوه عمال يتحرك عادي. ايوه، ما احنا هنملى البالونة بهواء قوي، احنا يعني ملناها قوي لحد ما تفرقع. لا يعني
يعني إيه؟ يعني احنا يعني احنا بلينا البالونة بهوا كتير، ماشي، لحد ما كبر، ماشي. فمن قصدك ان هي ازاي مليانه بقى؟ هوا فهم بزحمه مع بعض جوه؟ ايوه لا، ما هو كل ما الهوا ده مليان سبيس، مش احنا قلنا مليان سبيس؟ كل واحد بيتحرك براحته، حتى لو هو جوه عادي بيتحرك جوه عادي براحته جدا، وعادي في منهم بيخبطوا في بعض والكلام ده كله، بس عادي الهوا متاح جدا انه يعمل كده. يا انس، قول يا احمد. مش لما مثلا بننفخ البالونة هوا كتير مثلا وبتبقى كبيرة قوي فما بتقدرش تستحمل فبتفرقع. صح، قولي يا ابرار. يعني هو الهوا بيروح يجي بسرعة. شكرا. تمام، اوكي. طيب يلا، نمبر 1، to see the components of tiny particle we need electron microscope. صح ولا غلط؟ ها، يلا شوف الشات. برافو يا بتول ولوجي ومهند، برافو. ها، واحمد حسام، برافو. ايوه كده، سيم، برافو. ها، مين تاني؟ برافو يا بيسان، برافو، اكسلنت، برافو يا يوسف. صح، اكيد انا عايز electron microscope. طيب when you blow up. برافو يا انس، برافو، برافو يا ابرار، برافو يا رودين. when you blow up، لما انفخ البالونه the air particle inside the balloon move very quickly. لما انفخها الاير particle تتحرك بسرعه، صح ولا لا؟ ليه؟ ركزي. برافو يا احمد، يا مودي، يا انس، ليه كده؟ ايه يا شباب، ما انا لما بنفخها بتتحرك بسرعه، ايه المشكله؟ هي البارتكلز اصلا كلها بتتحرك جوا بسرعه، صح؟ مش ايه المشكله؟ تمام، اوكي، كده خلصنا شرح الدرس. اللي عنده اي سؤال يقدر يبعتلي على 010-299-19-557. شكرا جدا ليكم، يا رب تكونوا استفدتوا. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، وكله على خير ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا، باي باي.